شوفوا الحرمان النسبي، نحكي عنه. احنا اكو شيء بالحرمان النسبي نفككه، اكو حرمان واكو نسبي، كلمتين. قبل شوية حكينا النسبي من تقارن، الان نحكي على موضوع الحرمان، الديبريفيشن، الحرمان. شوفوا اشقد عندنا، احنا طلعناها قبل حلقة او حلقتين، عندنا حسب تقديرات البنك الدولي 22.5% يعيشون تحت خط الفقر، 9 مليون عراقي يعيش تحت خط الفقر، ياخذ 2.2 دولار باليوم الواحد، يعني بالشهر ما يطلع له 70 دولار، بالشهر الواحد ما يطلع له 70 دولار، يعني ما يطلع له، ما يوصل حتى للمئة ألف دينار. هذا تقديرات البنك الدولي، لأن ياخذ رقم واطئ. تقديرات صندوق النقد الدولي بعد أكثر، لأنه المعيار عنده 3.2 × 10 دولار لليوم الواحد، يقول لك عندنا 13 مليون عراقي يعيشون تحت خط الفقر. 13 مليون عراقي يعيش تحت خط الفقر.